يعد بياض البيض من أفضل مصادر البروتين وبجودة عالية لا توجد في أي طعام آخر، كما يوفر كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك يعد مناسبا لجميع الأشخاص بما فيهم مرضى السكري والذين يعانون من أمراض القلب وغيره. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف إياكم على فوائد تناول بياض البيض. يخشى البعض من استخدام مكملات الغذاء بينما يجدها البعض الآخر مرتفعة الأسعار، وما بين هذا وذاك توجد فرصة للتمتع بمميزات تلك المكملات بشكل طبيعي، وذلك من خلال تناول بياض البيض، حيث يعمل تناوله على إمداد الجسم بالحمض الأميني الذي لا يمكن إفرازه بشكل تلقائي، وهو ما يؤهل جسدك للحصول على الشكل الرائع الذي تتمناه. بمجرد إزالة صفار البيض يصبح البيض بدون كوليسترول، لذلك يمكن لأي شخص لديه مستويات عالية من الكوليسترول تناول بياض البيض، ما يترك فرصا أقل لتطور خطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع مستوى الكوليسترول. يحافظ على ضغط الدم من خلال تعزيز عنصر الفاسيلاتين الذي يسمح بتدفق المزيد من الدم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تدفق الدم ومنع انسداد الأوعية الدموية. وأظهرت الدراسات أن أولئك الأشخاص الذين تناولوا البوتاسيوم كل يوم قلل لديهم خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 37%. بياض بيضة واحدة يعادل 4 ملغرام من البروتين، والمرأة الحاملة التي تستهلكه خلال فترة الحمل يكون لديها الطاقة ولا تشعر بالتعب كالمعتاد، كما يساعد على حماية الجنين من الولادة المبكرة أو نقص الوزن الطبيعي عند الولادة. يحتوي بياض البيض على الكولين وهو من العناصر المغذية وواحد من عناصر الدهون، وهذا يعني أنه يمكن العثور على الكولين في مجموعة واسعة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون سواء كانت على أساس حيواني أو نباتي. ومن وظائف الكولين الرئيسية المساعدة في تنظيم الحمض النووي ومساعدة الجسم في التخلص من السموم. البيض ليس غذاء مرتفع في السعرات الحرارية، حيث تحتوي البيضة الكاملة على 71 سعرة حرارية، 55 منها موجودة في صفار البيض، لذلك فإن تناول بياض البيض يضيف حوالي 16 سعرة حرارية فقط مع قيمة غذائية جيدة. لا يحتوي البيض على الكولاجين فقط في الغشاء الخارجي، ولكن بياض البيض أيضا وإلى جانب ذلك يحتوي على البروتين المفيد لصحة البشرة، ويعمل بياض البيض على زيادة إنتاج الكولاجين. وأشارت نتائج الدراسات أن الكولاجين الموجود في بياض البيض يقلل من التجاعيد الناجمة عن أشعة الشمس. يحتوي بياض البيض على الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين ألف وB12 وفيتامين دي، وأحد أهم الفيتامينات وهو الريبوفلافين المعروف أيضا باسم فيتامين B2 الضروري للوقاية من حالات مختلفة مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإيتام عدسة العين والصداع النصفي. يحتوي بياض البيض على كمية جيدة من المعادن التي تعمل تحسين أداء العضلات وصحة الخلايا ونقل المواد الغذائية والمستقبلات في جميع أنحاء الخلايا، فهي نوع من أنواع الكهرباء في الجسم. والسبب الرئيسي وراء تناول بياض البيض هو أنه يوفر كمية من المعادن اللازمة للحفاظ على غشاء الخلايا. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.